صار إعلان مصفف الشعر العراقي بسام حسين زيارته إلى ليبيا نوفمبر المقبل بدعوة من أحدى مالكات صالونات تجميل في بنغازي ضجة واسعة في الأوساط المحلية الليبية، إذ رأى كثيرون أنها تعد على طبيعة المجتمع الليبي المحافظ ومس بمعتقداته وسلوكياته الاجتماعية. جهاز الأمن الداخلي أوضح في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تولى استدعاء صاحبة الدعوة وتم استفسارها عن صحة هذه الزيارة، والتي أقرت بمخالفة هذا الفعل لعادات وتقاليد المجتمع الليبي المحافظ، ليقرر مكتب الجهاز منع هذه الزيارة وإلغاءها، مؤكداً التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قيم المجتمع الليبي ومبادئه وضمان الحفاظ على هويته الدينية والثقافية والاجتماعية. هذا المنع لاقى ردود فعل متباينة بين مؤيد ورافض، فمقابل الرافضين نادى آخرون بضرورة منح الحرية للناس في اختيار ما يريدون وفقا لقناعاتهم واعتقادهم، بعيدا عن الضغط الذي يمارس على الحرية الفردية والمجتمعية.